هيتكلم، هيرجع للقانون، هتلاقي بقى يتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير على هاخد مداخله من الاستاذ محمود عطيه والنقطه الثانيه على فيسبوك قتل الجنود والضباط والشرطه والجيش على فيسبوك على فيسبوك قتل الابرياء اكيد. ارجوك ما تستخدمش لغه المزايده دي، بقول لك ايه بس مش مزايده والله، مزايده كبيره والله ما مزايده ملهاش اي لازمه والله ما مزايده. بعد اذن حضرتك يا استاذ معتز، على الفيسبوك نفسه حضرتك لو شفت تعليق مسيء، لو شفت تحريض على العنف على القتل، انت ممكن تعمل ريبورت للبيج دي، يعني دي قواعد بيستخدمها كل في صفحات الفيسبوك مجهوله لابد ان تقنن يا احنا في ناس بتيجي تقول لك ده في صفحات مجهوله فلان الفلاني عمل تعليق مسيء، فبتلاقي كل الناس رايحه عامله ريبورت في صفحات للبيج دي وبتتقفل البيج دي. يعني مفيش داعي لاصدار تشريعات، عندنا تشريع قانون الارهاب، عندنا تشريعات قديمه، عندنا اجهزه امنيه، عندها التكنولوجيا اللازمه لمراقبه كافه وسائل الاجتماعي ووسائل التواصل من اجل منع وقوع عمليات الارهابيه اللي بيتكلم عليها. تمام انا خدت، مفيش داعي لاي مبالغات، هاخد مداخله ابدا يا جماعه، اتكلم بحس الوطن طبعا المداخله لا تحتكر الحس يا جماعه، لا انا عندي حس وطني زي هروح فاصل مش عارف قانون الطوارئ لا مش عارف. طيب انا مش عارف اي حاجه في البلد، انا اسف هروح فاصل لعدم يعني انضباط الايقاع في الحوار، وهرجع بعد الفاصل مباشره، خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته مضطر. هذا البرنامج برعايه